المواجهة جينا البيوت كلها مشعولة، السيارة مشعولة، البيت كله واقع، يعني السقف كله واقع. فطلعنا من البيت كان كل شيء ما بالبيت، والله رجعنا عليه وراها بشهر صار خصد الهاونات، سيارة مفخخة ما تعرف يعني. تقريبا 12 سنة أنا أشتغل داخل صناعة حمال، حمال بعربان، حمال أروح وأجي، حمال حمال حمال، قضيت حياتي حمال، هاي صار 12 سنة حمال بالصناعة. والله مسكوني بالسوق إنه بيد أروح أتخطى، فماسكين جماعة، فابني صغير الطفل ماسك يقول له حرام جيجاير حرام جيجاير، فهذا ابني جاء عليه قال له عمو هذا أبوي يدخن جيجاير، صغير الطفل تقريبا عمره بالأربع سنوات خمسة، فجيت أنا ما عاد أحكي مع خويي يا معديلي بيت يعني كم محل عديلي شوف جاء علي قال لي هويتك، انا ما اعرف ايش يعني ما شو احكي، فقلت له اشكو حجي قال تعطيني جقاير، فابني جاء سوى هيجي بالقمصله باكيت يا ما كان جقاير، المهم يا بعد البد والله ابني مسك الجقاير مع هذا يكسر بيه الجقاير، اخذ هويتي ورحت هناك جلدت تقريبا اربع مرات خمسه انجلدت. هاك عندنا طيور كثيره يعني، فكثير عندي احب الطيور، فأثناء القصف هذا أكو منهم طيور ماتت، أكو منهم هاجرت، أكو منهم يعني راحوا على غير مكان، فهذا البيت مالهم كله وقع، فخليتهم بيت صغير هذا، هذول يعني يسموه الزاجي، يعني راسي يرجع لبيت البيت الحقيقي، يعني يراد له إدام حتى دحق يعني الطير يراد له إدام للبيت مالته. إيش ما أحكي قليل، أي إسلام هذا؟ ما تفوت تحرق بيتي وتطلع، انت تعرفني اعرفك اعرفك تحرق بيتي، انا 30 سنه اضرب جير سايق واروح تفتر دول وجمعت وغرض غرض 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 جمعها، يجي يحرق اليوم خمس دقائق ويمشي، خمس دقائق شعل ومشي بيتي، ايش ما تعمل هذا حرام 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 حرام، ايش هو الحلال ما نعرفه، ايش هو الحلال ما نعرف بعد، خنقونا والله، ارتاحينا من طلعوا داعش خلصنا من عندهم ان شاء الله بلا رد ان شاء الله، هو كان كامل على قلوبنا شان ابد على صدورنا قاعد من الضرب والشعل، فانت تحسب المي يعني عين يشخل، تحسب شلون الشغله لازم الا يقع، فهذا كل الشخل على المي يجيب انجان تخلي جو المي تيجي، فاني من اكمل البيت بالعكس افرح فرح يعني ما طبيعي، يعني الانسان اذا يشوف بيته معمر ومرتاح مرتاح نفسيا يمشي، ايش واحد يمشي بيته يعني معمر كامل الحمد لله يرتاح نفسيا حيل شيء اكيد يرتاح نفسيا. أموت على المصر وأحب المصر وأموت بيها المصر إن شاء الله، ما أطلع من المصر، هي روحي وحياتي.